بدنا بعد هوز، بدنا بعد هوز. سير سير سنده. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة من داخل العراق تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الرقمين، فعندكم ذني رقمين للداخل العراقي من زاخو إلى الفاو. أما الرقمين الأخرين اللي تشوفهم هسه هنا، واحد هنا والثاني هياته، ذني عندكم للاتصال من خارج العراق، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على ذني الأرقام الأربعة. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا، هذا فقط مخصص لبرنامج الواتساب مو للاتصال، يعني ما تقدرون تدقون علينا على رقم الواتساب، ما تقدرون تدزون رسالة صوتية لأن ما راح تبين عندي، فقط الرسائل النصية، أنه تكتب لي رسالة، تكتب لي نص، أتمنى يكون هذا النص اللي أنت تكتبه متبوع باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأ بالدقائق الأخيرة من حلقة صوتكم. أما رقم الواتساب ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال لأن ما يبين يمي، فلا حد يزعل علينا، ما زالت لحد الآن على الرغم أنه إحنا نكرر هذا الموضوع كثيرا أنه لا تزعلون علينا، رقم الواتساب ما باتصالات، ما زالت اتصالات او الرسائل تجي انه احنا ندق عليكم على الواتساب وما تجاوبونه، او ليش ما تجاوبونه، ما يبين يمي اخويا العزيز انت او اختي العزيزه. الفيديو اللي شفتوه هو حريق في جراج في محافظه صلاح الدين، وما خلى الحريق التهم كل ما موجود به من سيارات وابنيه موجوده داخل هذا الجراج. لكن موضوع اليوم هو مو الاوضاع الامنيه او اللي دا يصير، موضوع اليوم هو البارحة اتصلوا علينا وقالوا نتمنى أنه تحجون بهذا الموضوع، وكثير من الاتصالات تجينا في كل حلقات صوتكم حول هاي القضية. هي جرح بالنسبة إلى العراقيين، هي مأساة بالنسبة إلى كثير من العوائل العراقية، هي قضية السجون والاعتقالات، على الرغم من أنه السجون العراقية مكتظة اليوم بأناس أغلبهم ومعظمهم أبرياء، لكن المشكلة والطامة الكبرى أنه أغلب هؤلاء المعتقلين الموجودين داخل السجون العراقية اليوم أهلهم ما يعرفون بهم وين، أو هم ما يدرون بروحهم وين. إضافة إلى ذلك أغلب المعتقلين اللي موجودين اليوم بالمعتقلات العراقية ما يعرفوا على شنو معتقل، ما يعرف، هم اعتقلوا وشالوا، أكو ناس اعتقلوهم قال لهم استفسار، أكو تشابه، أي شيء يروحوا بعد ما يرجع. إضافة إلى أنه سجن الحوت اللي أصبح هو عبارة عن مسلخ بشري، اللي طبلة مستحيل يطلع عايش، وهاي القضية اللي احنا نريد نحكي عليها اليوم هي قضية المعتقلين. أبو صالح من محافظة نينوى، حياك الله يا أبو صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. هذول المعتقلين والله صاروا بالشبوط اليوم بالدي سنت 4 سنين مندلهم وين؟ والله اسرائيل ما لعبت هاللعب، لعبوا بينا الميليشيات والله والله بيهم جناح من جلال، لا والله اسرائيل ما سووا هيجي، اللي بيقولوا الميليشيات والحشد ما سووا شيء، شوها من الصقلاويه اللي من طب البحر ما خلوا لا قنب، لا خلوا بقر، لا خلوا سيارات، لا خلوا صخام، كلها قشوها واحضروها باعوها كلها بغداد وبالبصرة وبالنجف وبكربلة، من غاد ودوها على الصحراء، على خل راحت له عبد الحجة، هذا راحت له 500، هذا راحت له سيارات دبل صدرين، هذا راحت له سيارات سكانيات، احنا نطالب باعدام نور المالك المجرم اللي سقطها مصر بدون اسباب. والله ما نشوفه بعينه، ما نشوفه بعينه ولا من الله شفنا بعيننا، والله طبل علينا 3 سيارات، والله 3 سقطنا في مصر، الطيارة تنطح 11 من المطار، مطار مصر القزاني انسحبت. اليوم ولدنا 4 سنين ما عندنا لهم
أن طالب بإعدام نور المالكي وهذا العامل يقاس الخزعلي. بس الخزعلي اليوم يحكي حكي يحكي إعدام أمريكا وإيران. إحنا ما عندنا حكومتين. عندنا 20 وزير تحت الطب. وتنشوف تاليته وين. يعني ما تفكر هل العبيها هذا العامري ونور المالكي ذبحوا الخيبة يقولوا لك دواعش. الدواعش بعدهم هنا بالشرقاط. ما صار حتى الشرقاط راه والله بالحمام. وهذول تذبحوا غادي. طلع ربح الميليشيات الايرانيين. هذا نور المالكي شد الطياره قلت انا قبل شهرين. قبل شهرين الطياره نزلت. نزلت والشغل والعيال كلها تندل الجزيره. مطار سري بقرب بعاد نزلت اسلحه وسيئه نزلت اسلحه وهوانات وصواريخ عاد عندهم استحد قاموا يستعرضون بطيئات الايرانيين ستار من تاليته وعلى الوقت يسحلون الشعب ينطون سلاح واحنا وياهم على الله والله يعني بس عندك السنه تتعب السجون بس السنه ما حد سواها القتال ياخذ جزاء بس ذاك عالم كلها برياح اللي فتن ثلاث سيارات ما بين 30 40 واحد سقطوا محافظه 50,000 مخاتل دبابات يا طائرات يا عربات كلها عافوها وش سلمها نور المالك للكراد سلمها للكراد كلها يقول احبروا من الهرمات احبروا من هنا من البوابه وهذه عليها سوسته احبروا من بوابه الجزيره هذه في خالته الحامد ثلاث سيارات بس فقط الكاون الكاون اسماعيل من اهل الجمسه الجمهوري عقيد اسماعيل وانطعن قالوا انت جالس وتطوقت قابلهم ثلاث سيارات والباقي وصلت لك الشمال طيارة سيارات انسحاب انسحاب رئيس وزراء يلعب بشعر ماله يشز دوليا ما تقبل صدام حسين سوى وعدموه كل شيء ما سوى كل شيء ما سوى صدام حسين الحقيقة في المي ولا كل من يشوف شيء يسكت عنه اللي يشوفه يسولفوا لا يخاف اللي يشوفه يسولفوا لا يخاف انا اقول لك ما يخاف ويسكت عنه حتى الشيطان الاخرس احنا اربعة تحت من علينا قيس الخزعلي ونور المالكي وهذا العامري وسع كله والسياق كله كل واحد مفتح له 10 مكاتب بالموصل كل واحد مفتح له حتى المعاد يفتحها وسنجار وبالقضيه بنو واحد هذول ما يترشحون استاذ احنا رفضنا جميع الاحزاب ما تترشح والواحد حط له نحن مليارين ثلاث عند ذول كلابهم حيث السامع فتحوا لهم مكاتب بس ما يبيع صوته اللي بيحرضه مثل ما قالت الشرقيه ذيك الساعه فاني فنون وفي مال لا شكرا 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 لك ابو صالح كان المفروض يدخل ويانا ابو فيصل من السعوديه بس انقطع الاتصال يا ابو فيصل اتمنى يا ابو فيصل ترجع لنا حتى نسمع رايك سجن الحوت سجن الحوت اللي نوصف انه هو عباره عن مسلخ بشري اكو ماساه صارت بهذا السجن لعائله رحمان كاظم الزوبعي هذا الشخص اللي اعتقل سنه 2013 على يد قوات مكافحه الارهاب هو وثلاث ابناء له عذبوا اشد تعذيب هو طلع من السجن بقى ولده الثلاثه واحد ترحل للتاجي واثنين بقوا بسجن الحوت واحد من عندهم مات ورا شهرين يلا سلموا جثة الأهل حتى يوصل هذا الخبر المفجع للأهل ويعرفون أنه ابنهم ميت لا الأم تحملت الخبر ولا الأب اللي شاف المعاملة داخل هاي السجون أبو محمد من الأنبار أبو سيف حياك الله يا أبو سيف شلونك عسى غفل هلا بيك أخوي أخبارك أمورك نحمد الله على كل شيء استاذ صار عندي مختلف صار لأربع سنين أقسم كل شهر من جسر زيادة عندك معتقل صار لأربع سنين؟ أي والله من 2015 ولحد الآن وسامونا على 80 ورقة و50 ورقة أقسم لك بالله جابوا لنا معلومات كلها كذب كذب أقسم لك بالله ودوريات بير ما حد يعرف أي جهة شالته من وين أخذوه؟ والله من جسر بزيبز من بزيبز؟ اي والله يعني هو من هاي المجموعه اللي غيبت من 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 سيطره بزيبز نعم اي والله
والله صار من 2015 ولحد انا اقسم لك بالله دقينا حاسب يابا موجود ورا رحنا ثاني يوم كان واجهه والله النقل يابا من النقل والله جاي يعطوني فلوس ينقلون بي. زين بقول حكومتك يا حمودي كيف حمودك حكومتك كلها ميليشيات اقسم لك بالله كلها ميليشيات ميليشيات. زين ابو سيف يعني من قالوا لك النقل قول لهم اوكي انتم من نقلتوه غير اكو مكان اروح اسال بيه واشوف ابني وين شو يقولوا لك؟ ما حد يعطي ما حد يقول الواد انت جاي انت فلوس جاي ينقلون به الواد انت جاي انت فلوس ينقلون به. نعم يا رب اسم الشخص اسم الشخص جاي ينقل به يقول والله ما نقدر انت ايش معلومات اي معلومات يعني ما يقدرون يعطوك معلومه انه ابنك وين؟ لا ما يقدر ينطي معلومات اللي الشخص جاي ينقل به. اه اي ما يقدر هم ينطوني معلومات يعني وين ما نقول باي جهه منقول. زين هسه هو بالحاسبة اسمه موجود لو لا؟ اسمه دقينا بالعامرية اسمه موجود ودقينا بحباني اسمه موجود رحنا كان واجهه قال والله ماكو ما عنده هيك اسم لان الظاهر هذا مضمون ضم انا اقول لك. ايش قد عمره هو؟ استاذ رفع هالحكم والله 86 ما 86 نعم وعنده أربع جهال وأقسم لك بالله وعنده بنت معاقة. نعم وهو نسيب وأنا برقب تأخذ لك بالله 14 نفر لا واحد ولا اثنين الله شاهد الله شاهد. نعم وعنده بيت هيك المأجرين كل شهر ندفع إيجار. نعم حكومة كلها من الشيات أقسم لك بالله كلها من الشيات من الشيات. نعم مشكورين عندنا شكرا حوالي. شكرا حوالي. شكرا حوالي. لك ابو سيف من محافظة ديالى ايمان حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا هي الميليشيات تحاول تطلع ايران تحاول هي تبعيه لايران وتحاول تطلع الامريكان من العراق في سبيل اخلال هالجو بالعراق. هم صحيح الميليشيات عراقيين بس ولائهم لإيران وأسيادهم هم تابعين للسياسيين زين حتى يلعبون صوبة بالعراق. هسا كأنما العراق رجع حصار مثل ما كان صدام كان الحصار مال أمريكا لعادي أمريكا ما يشوف غير بس الفقر. نعم أي نعم 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 وأنا أشكر يعني هو كل سببها الميليشيات فهاي الميليشيات هي تابعة من إيران وجت تفرط بينا تريد تطلع أمريكا حتى تفرط نفس دورة زين. نعم يعني هذا يعني جواب يعني شيء مبين هو مو شرط كل الشعب العراقي يعرف بس ما حد يخاف يعني إيران مدللة بالنسبة للعراق. نعم. وأنا أشكركم. شكرا 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 لك أخت إيمان. أسامة من كركوك حياك الله يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أشكرك على البرنامج القيم وكادر القناة. حياك الله أخوي. أشكرك أستاذ. بالنسبة لسقوط هاي البرنامج حول شنو بموضوع مالتين؟ بالنسبة إلى شنو؟ موضوع حلقتكم شنو؟ عن المعتقلين. رحم الله والديك. استاذ بالنسبه للمحتقلين يعانون انا نسيبي الان محتقل سجن الحوت بالناصريه. ايه. يعانون شر المعاناه ومن جوع وقهر وتعذيب واهانات بدون زيارات المحتقلين. نعم. يعني واللي يروح يشتغلون يروح اللي يروح المواجهة المحتقلين بس النسوان يعني ما يكونون ظلم يعني ما يكون قانون ليش؟ يعني توقع تروح ومن يروح يواجهونه يقولون إهانات وبالليل سمعان محتقل يواجه محتقل بالليل ما يكون قانون استاذ هاي ما سمعان ثلاث بالعراق وشغل أخرى قانون العفو العام وين خلوه وين ودوه؟ حطوه بجنطهم ويودوه للخارج ما يقرأ قانون العفو العام. شلون مواجهه بالليل اخوي اسامه؟ نعم شلون يعني مواجهه بالليل؟
يعني مو يروح من خلال راح يواجهون السي في يقولون بلي، لكن كيف بلي يسوون استعداد للبث فقط لا فقط النسوان هاي الحالة، وخلي واحد يطلع يقول هذا الكلام مو صحيح، بس النسوان يروح يواجهن. نعم نعم والله عليك. يعني شنو هالإهانة؟ يعني ليش؟ وين احنا عايشين؟ تسمعني يا اخو أحمد؟ وياك. من بدأت وقت كورونا ما مجين صار سنتين وبيهم أمراض السل والضغط والسكر وجلطات عندهم والعمى سوى المعاملة. هاي مو أنا أقول، يعني سجن سجن سيء سمعة وصي، وتحدى واحد يطلع يقول هذا كله مو صحيح. نعم. وأنا أشكرك أستاذ. شكرا 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 لك أخ أسامة. أحمد من قضاء الدجيل، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عمي أنا 1/1/2016 هذا ولدي 2. ولدك 2 زين. إيه أخذوهم 1/1/2016 ولحد هاي الساعة ما أدري بيهم وين ما وين. من وإحنا لا يمنع دواعش. ولا يمنحات ولا ودي دواعش ولا كل شيء امان فول، وجو الساعه بالثنتين بالليل شالوهم ومشوا. زين منو الجهه اللي اخذتهم ما تعرف؟ جت الساعه بالثنتين بالليل وكان لا يعني ها يعني اللي جوي اخذوهم تابعين المن؟ يا قوه يا جهه يا وزاره يا مركز شرطه ما تعرف؟ الاجا وكلهم ملثمين وسيارات بدون ارقام. ملثمين نعم. اي وسيارات بدون ارقام وطوقوا المنطقه وشالوا 7 من ضمنهم ودي 2. ولحد الان ما نعرف، ما خليت مكان ما دقيته حاسبه، ماكو بالحاسبات خلاص اطلق. ماكو الاسم بالحاسبات. ايش قد اعمارهم اخوي احمد؟ نبيل مواليد 80. نعم. وكريم والد 82. واحد عنده 10 جهال وواحد عنده 7 جهال. نعم. ولحد الان ما عرفوا اي شيء، وما خليت مكان، ما خليت مسؤول، ما رحت له، ما خليت وما حصلت اي نتيجه لحد هاي الساعه. نعم. وقول بركة الله من إذاعتكم، من مثل ما يقولون من إشهاداتكم، بركة الله ينصرون عفو عام، بركة الله ولن الله جايبهم. نعم. وايو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني الغريب بهذا البلد أنه أنت طاب على بيت أو طاب على منطقة ملثم وسيارة بدون أرقام، أدري شنو كارتل مال مخدرات، أنت عصابة، وهي فعليا هذا شغل عصابات، هذا مو شغل دولة. يعني لما تدخل تأخذ ناس وعالم وأنت خافي وجهك، خافي كل شيء يعرف عن نفسك، هذا شغل عصابة مو شغل دولة. قبل شوية الأخت قالت الوضع اليوم يشبه الحصار الاقتصادي اللي كان موجود في تسعينيات القرن الماضي، الحصار الأمريكي اللي صار على العراق لمدة 13 سنة. الحصار أذى الناس اقتصاديا، دمر اقتصاد العراق. إيه بس كان أكو فارق، أنه أكو أمان. اليوم المواطن ما عنده أمان. كان الفارق أنه العالم همنا كانت عايشة، على الرغم من كل المساوئ اللي صارت أثناء الحصار، كل الضغوطات اللي مورست على الشعب العراقي من كل دول العالم، بس كانوا عايشين، كانوا متآخين، كانوا ولدهم يداومون بالمدارس، كان أكو تعليم، كانت أكو زراعة، كانت أكو صناعة، تمور ما وقفت ما قلت على الرغم من الحصار. أختي العزيزة أنت من القارنين الحصار. أي نعم اليوم العراق محاصر من كل الدول خصوصا من إيران،
ومحاصرة من الميليشيات في كل أرزاقه. ماكو وظائف، ماكو تعليم، ماكو زراعة، ماكو صناعة، ماكو أدوية، ماكو علاج، ماكو مستشفى بها حظ، ماكو طبيب ياخذ المهنة بإنسانية. مستشفى تحترق اللي موجودين بها يموتون، تتحول المستشفى إلى فرن لأن ما بها منظومة إطفاء حرائق ولا بها جهة للخروج بشكل طارئ أو مخرج طوارئ. هذا حال العراق اليوم، إضافة إلى العبوات، إضافة إلى الكواتم، إضافة إلى الاغتيالات، إضافة إلى الاعتقالات، إضافة إلى الخطف، إضافة إلى الإتاوات اللي تقوم بها الميليشيات، إضافة إلى هواية مساوى موجودة اليوم بالعراق. أم أيمن من بغداد، حياك الله يا أم أيمن. السلام عليكم سال أفر. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لكم القناة الرافدين. حياك الله أمي. أستاذ أفل، نحكي على الاعتقالات العشوائية. نعم. بالعراق كلها بالبداية كانت المخبر السري اللي ما يخاف من الله. نعم. ومن الأشياء الكتل والأحزاب اللي ما عندهم لا ظن ولا ظنير. نعم. بس أنا أريد أوجه رسالتين للأحزاب وللميليشيات. أول شيء الأحزاب والميليشيات اللي ذول جاي يسوقهم إيران. إيران يتبقى خايفة عليهم، ترى جاي يسوقهم النار جهنم وبرج ليهم، وراهم قبر وراهم كتاب على كتاب الله عسير ونار جهنم كريم. والرسالة الثانية، اللي يبيع بلده واللي يبيع أرضه اللي يبيع ابن بلده يعني معناتها باع شرفه وباع أرضه. هم باعوا شرفهم، باعوا بلدهم وباعوا ابن بلدهم، يعني معناته باعوا عروضهم وشرفهم باعوا لإيران. إيران اللي طلعت خسرانة، إيران دولة عاقدة، إيران دولة ما تحب العراق ولا تحب شعب العراق ولا لهم اسمهم. زين، إيران طلعت خسرانة حرب 8 سنوات مع العراق، فهذا سبب لهم يصبون حقدهم عليهم على الشباب العراق. ساقوهم النار جهنم، خليهم يتكاثر، واحد يقتل الثاني، واحد يسمع الثاني، واحد يكسر رقبة الثاني. نعم. بس إن شاء الله الله وياهم، إن شاء الله ويا العراقيين الأبرياء، وإن شاء الله يفك سجن كل بريء، والله إن شاء الله يرجع لفة كل أم وكل أخت وكل زوجة. نعم. شكرا لك أم أيمن. يعني المشكلة اليوم أنه يعني مثلا الأخ رحمن كاظم يعني من طلع من السجن يقول أنا تلقيت أشد أنواع التعذيب أنا وولدي، ويتلقون جثته بينهم ورا شهرين من تاريخ وفاته، يعني شهرين هو متوفي ونطاهم الجثة. يعني حتى في ديننا الإسلامي إكرام الميت دفنة، هم شهرين يلا سلموا الجثة للأهل، حتى الأهل يعني إذا عرفوا مصير واحد أكو اثنين جوه، الله اللي يعلم بحال الأم والأب هسه شنو. إضافة إلى التعذيب، شنو قضية التعذيب اللي تصير اليوم بالعراق من 2003 لليوم؟ نسمع أشياء ما سامعيها قبل، طرق تعذيب بها تفنن. أصبح التعذيب اليوم بالسجون العراقية تريد مارك، ماركة مسجلة، أخذوا بها براءة اختراع، تريلات، صعق، حصو حار. وكنا نتذكر الشاب اللي اعتقل بالأنبار وحطوا بيده حصو حار وانقصت ايده لأنه طلع هو بري، تشابه أسماء، خسر ايده لأنه اسمه يشبه اسم واحد. هل واحد اكو واحد عنده مشكلة وياه؟ راح بيها واحد بالرجلين وخسر ايدينات اثنيناتن. أريد أسأل أي مسؤول لو واحد يشتبه باسمك وياخذوك إلك بمكانه ويعذبوك التعذيب اللي تعرض له هذا الشاب من محافظة الأنبار، وراها تطلع أنت بري يقولوا لك نعتذر تشابه أسماء، وترد لأهلك وإيدك خلاص انتهت ويقصوا لك إياها، شنو موقفك؟ أبو عزيز من الفلوجة، حياك الله أبو عزيز. نعم أستاذ. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام، هلا بيك. حياك الله، تفضل أغاتي.
ايوه بالنسبه استاذ هذول العالم اللي جاي تشتكي من الدجيل هذا عنده واحد من اولاده عنده 10 عنده 2 من اولاده الاخر عنده 5 اطفال عنده 2 من اولاده هذا الجرابه تقول لي يجون ملثمين ويفترون ويجون سيارات بدون ارقام نعم هذه ما تقول الحكومه وين راحت تقول الحكومه شنو؟ الحكومه وين راحت من هاي السفر يمشي بدون ارقام والله اتمنى واحد من عندهم يجاوبك يا ابو عزيز بالعالم واهلها تاخذها ما تندرها وين رايحه والله يا ابو عزيز اتمنى اتمنى يطلع واحد من الحكومه وزير الداخليه رئيس الوزراء ابو عزيز اتمنى يطلع واحد من الحكومه ابو وزاره العدل برئاسه الوزراء بالبرلمان اي واحد يطلع ويجاوبك ويجاوب الاخ احمد ذولا منو نعم ابو عزيز ابو عزيز وياي يبدو انه الاخ ابو عزيز ما دا يسمعني يعني اكو هواية دول اليوم دا توقع على اتفاقية مناهضة التعذيب غوانتانامو قبت الايطة عليها قبل فترة لانه دا الصين كانت بيه تعذيب اكو هواية دول دا الدين التعذيب اكو دول دا الدين عقوبة الاعدام اللي يعتبر العراق من على الدول نسبة في احكام الاعدام احنا عندنا اعدامات بالجملة عندنا تعذيب بالجملة مواطن بري ياخذوه بجهة معينة سين من الناس ما حد يعرف هي منين ملثم وسيارات بدون ارقام ويروح وينداس بالرجلين واغلب المتصلين خصوصا اللي اتصلوا بالبرنامج من داخل المعتقلات العراقيه يقول دخلت الى المحكمه كانما المحكمه جاهزه مجهزه بس قلت اسمي قالوا لي انت مدان بفلان شيء وعقوبتك فلان شيء وحكمك فلان شيء. ادري القضاء وين؟ الحكومه وين؟ البرلمان وين؟ المسؤول وين؟ كلهم ذولا اللي يطلع يتغنى لي بالسياده. اللي يطلع يقول يجب اخراج الجيش الامريكي لانه السياده العراقيه خط احمر. زين السياده العراقيه خط احمر وحق المواطن شنو؟ حق الانسان البريء شنو؟ حق الابرياء اللي طبوا بالسجون وماتوا داخل السجون واهلهم ما يدرون بيهم شنو؟ حق اهالي الناس اللي انكشفت مقابر جماعيه وحق هذول الموجودين داخل هاي المقابر الجماعيه شنو؟ حق النازحين وين؟ حق المهجرين وين؟ حق المغيبين وين؟ حق الشهداء أثناء الانتفاضة وين؟ حقوق الناس وينها؟ شو لا كهرباء نعطيهم لا مي نعطيهم لا مجاري مالواتن بالعراق موجودة لا شوارع بها حظ لا طرق مواصلات أو شبكة اتصالات بها حظ لا أرصفة مال وادم قطوعات عشوائيات بلاوي فلاح يشتغل ما يلقى شغل فلاح عنده زرع بمدينة والله أكو ميليشيا تمنع يروح يشوف المحصول مالته تقول له ممنوع يخسر كل ماله وحاله لأنه أكو منع من جهة ما يعرف هي من وين مواطن يتهجر من مدينته ومن قريته ومن مكانه اللي عايش بيه سنين عمره ويريد يرد له ما يقدر حاله حال اهالي جرف الصقر حاله حال اهالي يثرب بالمقابل اكو اغلاق قسري الى المخيمات اللي طلعوا بها اهالي هاي المناطق اللي هي 80% مدمره وراح عاش بمخيم على الرغم من انه ما لاقي حياه مال اوادم بالمخيم خيمه اذا مطرت الدنيا تنقط عليه واذا احترت الدنيا هو ما راح تبرد لجسمه واذا بردت الدنيا راح يعيش ببرد مو طبيعي خيمه ومحصور بها وكانما هو في سجن بس يريد سقف يتاوي نفسه جوا غلقوا المخيمات وقالوا له غصبا ما عليك ترجع يرجع وين يرجع المدينة المدمرة يحفر نفق بالأنقاض وينام سيد من الموصل حياك الله حيا السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أستاذ أفل نعم أخويا تفضل حبيبي حبيبي
عزيزي هاي ما عندنا حكومة من 2003 احتلونا الأمريكان واللي الصهاينة والمجوس واللي حطوهم على الكراسي ذولي مو حكومة ذولي مجرد مثل ما قال عليهم طارق عزيز الله يرحمه من قال ما عندنا معارضين عندنا ذولي كلهم سراق قال ذولي معاه قال ذولي كلهم سراق فعلا احنا اليوم اتضح لنا كل شيء من خلال الاحتلال لحد اليوم كلها مثل ما قال صدام حسين الله يرحمه وجرامته فاحنا اليوم ما عندنا رأي حتى المسؤولين الصغار اللي موجودين بالمحافظات وغير كلهم متلقنين نفس التلقين تجي عليك مواطن تشكيله ويقول لك عمي روح ولكو يعني اذا ما ياخذ منك رشوه اذا ما يعذبك اذا ما يبهد لك ما يجري لك اي شغله سدافا يعني احنا ملينا سأمنا معدن يعني نريد شفكت ان نخلص هذا الشعب مغفل يقول هسه انتخابات فاشله 100% ما يجري اليوم تحضير الانتخابات كليتها ركض من اجل كراش من اجل فلوس ما حد عنده باله الوطني انه ينقذ بلده كله كذب ها انا راح اسوي كذا وسوي كله كذب 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 حتى شيوخ العشائر حتى علماء الدين الا القليل القليل ما ظل بشر هالبلد هذا يقول وطني مع ان نعرف شلون تصرف فيها الناس يعني لا الخارج يقبلونا ولا العراقيين كلهم مسحون ويقومون ثوره واحده كامله كل من الشمال للجنوب حتى نخلص من هاي البراثن القذره اللي الله حاشا لله الله بريء من ملل لكن اللي جابوهم الامريكان وغير الامريكان هم كلهم خونه 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 شاكين امرنا الى الله الا اذا الله سبحانه وتعالى يقبلنا لكن احنا ما تقول لي فلان شيء قد التعذيب تفننوا بين العرب ما عندنا التعذيب احنا كلنا نعرف عبر التاريخ من تقرا وتشوف ولحد الان العربي ما عنده هذا القلب اللي جاء قاسي ان يعذب التعذيب هذا مجوسي وامس الصهيوني المجوس اكبر من الصهاينه بالتعذيب واحنا نعرف المجوس شنو المجوس بيضربك لا ذم ولا ضمير لا الا ولا ذم يعني من تجي على المجوسي وكانه العربي امامه كافر خنزير زين انت تقول اني مسلم نبي منكم الاسلام استاذت احنا من نعلق ان نكون ان نحسن الواقع اللي المريض اللي يصير بينا احنا اليوم صار لنا قرابه 20 سنه 20 سنه على هذا التعذيب يعني نفسيا هسه اذا اقول له اهلنا بالجنوب مع الاحترام الطيبين بهم من كان الميليشيات مال المالكي قبل الدواعش شان يقولون بالشارع يصيحون عمريين هيك من عمر هيك من عائشه يعني من يشتجري سب عرض الرسول حتى يعني هسه من اجل حاجه حاشا الرسول وعرض الرسول من اجل حاجه لان بالجنوب اذا واحد يقتل كلب واحد اجل لكم الله يقومون الدنيا ولا يقعدون زين انت شلون تستجري على عرض الرسول سبوا الخاطر الرسول عندنا علماء اجلاء يقول لا تسبون ابو لهب اعلان وكرام لسيدنا الرسول روب انه كافر نعم شكرا لك اخ سيد ام شهاب من بغداد حياك الله هيا والدوم السلام عليكم علي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أمي تفضلي الله يحفظك أمك للدنيا الله يرضى عليك شلونك عين شلون صحتك أمي نحمد الله على كل شيء قولي أمه بدول عمرك يما أمك للجنة يا عمري والله يا بس نقول يعني بدول قلبك ريد أولادنا يا وليدي ريد أولادنا راح نموت وما راح نشوف أولادنا يا عيوني وليدي بالمحتقل أنا سابقا مخابرتكم وأربعة شهداء وعندي كومة أيتام وواحد مغيب وأكو الله يعني بس بسأل هم مدى يسمعونا يعني هم مدى يسمعون أصواتنا بس هذا السؤال يعني ما يسمعون نحن أمهات والنبي محمد رح يصير سنتين أنا ما شايفة ابني يعني وين أروح لا بأرشان معوقة مقعدة الكرسي ولا عند أحد يروح له يعني ما يحسون بهذا الظلم المظلومين بي إحنا الله أكبر بس إحنا أريد نقول يا بطلع المظلومين الله أكبر وين وصلوا وين يعني إحنا نسروح الناشدكم الناشد من العفو يعني أني خلي يقولون وين الناشد من ده حتى بلكت واحد شوية ينكسر قلبه عليه إحنا مرات والله عندي كومة أيتام حيرة بيهم وحق هذا يوم الله يا بفرشين الريد لا نريد بيت لا نريد كهرباء ولا نريد مي ولا كل شيء ما نريد ولا نريد تموينية نريد أولادنا حياتهم من عزمت زين يعني أصنع على تهمة والله تهمة باطلة محكوم مؤبد يعني الله أكبر بس يعني شوية ضميرهم يشوفنا يعني خلي حسبون خلي ابنه يعني ابنهم
يروح من يمهم يعيد يعني شو يكون بحالهم؟ هو امه شايفه ابنها هاي ثلاث سنين مدرسه سنه ونص من بدت كورونا لليوم ولا يخلون علاج يطب لهم هم جاني ولا اي شيء الله ياخذني ويخلصني وانا يوم راح اموت وما اشوف عيني امه بدو ما توجهونا وين نروح خلي وجهونا خلي يعني فد يوم مصطفى الكاظم يدز على امهات ترى مو فد مشكله خلي يقول يابا تعالوا شنو ظلينتكم والقضاء الله يرضى عنا القضاء حكم اولادنا الحاكم مو بس يحكم على شخص واحد يحكم على اثنين انا هذا اللي اعرفه هذا الحكم العدل نعم. وين العداله يا امي يا عيوني من يروح لي هسه اولاد يعني جت المواجهات ما بينطون عفو عام بيضحكون علينا بالمواجهات احنا ما نريد مواجهات نريد اولادنا يعني ليش شنو يضحكون علينا نعم ما نريد كل شيء بس حايرين بالكراسي وحايرين حشة الانتخابات وقالت الانتخابات خطين شو بس حايرين بانفسهم وليس حايرين بينا ليش شنو احنا كفار يعني صار الأجنبي احسن من عندنا خلي يقولوا لنا يابا تعالوا شو طلعوا مو هيتي الله أكبر والله يظلم الظالمين وجهونا يا عيني أتمنى والله وصلش كاظمي والله أتمنى أوصلك والله أتمنى بس من الله أخاف لأن أدري بوليدي بريء نعم أتمنى نعم الله هو أكبر يا يمه خليك معون صوتنا وصلوا صوتنا يمه وصل يوم وصل وسمعوك وإن شاء الله نوجه سؤالك إلى كافة الناس يسمعون سؤالك ويطول بعمرك إن شاء الله يا ربي شكرا جزيلا إليك أم شهاب أما الآن هم من بغداد أم علي حياك الله يا أم علي السلام عليكم يمه عليكم السلام والرحمة والإكرام يمه فدوى روح لك ابني صار له 6 شهور مسجون وبريء أخذوه من الدوام مات من الدائرة الباك طلعوه من السجن دين يمه وتفرار خارج العراق وابني نايم بالسجن وأنا أسبب كبر ابني وأسبب مظروفة جلسة ومريضة وجهالة قدام عيني وما عنده وهو المعيد لي شلون يمه شلون كنت يطلع ابني ما أدري وحكمه أربع سنين وهو بريء والله يمه أريد بيسمعون صوتي والله أبغي أهواي دايمين بالسجن والله العظيم كلها تهم باطلة ليش هيجي يمه وهذا يا قانون هذا يا حق وين حق الله ليش هيجي يوم يمه بس هاي الحل هاي النتيجة واحنا ما متمكنين ما نقدر نخلي له محامي جهاله والله يتباشون علي طالب 6 شهور وعيوننا على الباب نقول بلك تطلع ومن وينكم وحتى عندي دليل والله على ابني والله عندي دليل والله ما طالع لا بالكاميرا لا بالبوقة وهي سرقة نهارية وتهمون ابني قدمت الدليل مالته قدمتي هذا الدليل للمحكمة ايش قالوا لك؟ يمه ما عنده اصلا احنا ليسه ما شايفه ابني ولا سامعه صوته بس هسه في المواجهه راح ابني هذا الصغير راح شافه لاخوه اجى نعم والله تعبت يمه والله تعبت انذلينا يمه والله تعبنا يمه ان شاء الله تنحل والله العظيم ان شاء الله تنحل ويرد لك يا رب والله بدلته والله اخذه بالبدله مال الشغل من دائرته بامان مال بلديه بالكاظميه مع عبد المحسن والله اخذه بالبلد بدله مالته حتى شهود الويا بالدوام كلهم يشهدون بانه هو بريء كان موجود بالدائره شكرا لك يا ام علي وان شاء الله ربي يرد لك ابنك سالم غانم يا رب ام فهد من بغداد حياك الله ام فهد نعم تفضل السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام انا عندي معتقل فاملي سنه ونص 6 شهور ما شايفته من بدايه الكورونا نعم قالوا عمره 70 سنة ويعني تعبان قد مرة قلت تطالبونا بالعفو العام الله يوفقكم عن طريقكم وتوصلون صوتي
نعم. والله يعني حد كبير بعمره 70 سنة. نعم. وين معتقل؟ وين معتقل ابنكم؟ يعني زوجي مواجه. وين؟ سجن الناصرية بالحوت. بالحوت، اوكي. بس تطالبونا بالعفو العام، الله يخليك استاذ، والله تعبني. نعم، نعم، نعم. هو تعبان فد مرة، لا دواء يطلع، لا نوع يخلونا نواد. نعم. نشكركم على هالقناة الطيبة. لا العفو، لا شكر على واجب، شكرا، شكرا لاتصالكم بينا. أما رسائل واتساب اللي وصلتنا اليوم، أول رسالة تقول السلام عليكم أستاذ أفل، وياك إحدى الطالبات من جامعة لمبار، نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى وزارة التعليم العالي. يعني إحنا بداية السنة بدينا إلكتروني وهسه يردون حضوري، والله أستاذ أفل صعبة بالنسبة للطالبات. يعني اللي أعرف طالبة توفت قبل أسبوع بقسم التمريض عن طريق تلامس مع صديقتها، والله بعض الأهالي ما يقبلون يخلون البنات يروحن للكلية، يخافون علينا وعلى أبنائهم، خلوا هاي السنة كلها إلكتروني وفضوها ويا ريت يسمعوني. مناشدة من خلال قناتكم العراقية الأصيلة إلى حكومتنا، إحنا أمهات السجناء نطالب بالعفو العام، والله أولادنا مرضى بالسجون سامحوهم وانطوهم عفو عام، الخاطر الله فرحونا. سلام عليكم أخويا أفل، والله ملينا من هاي الحكومة الظالمة، ملينا نطالب بالعفو العام والأهالي أبرياء، والله كلها مظلومة بالسجون، الله أكبر عليكم. الظلم ما يدوم، وإن شاء الله كل حوبة مظلوم ما تروح. أخويا مسجون بسجن حوت، والله عظيم إلى هسه ما نعرف عنه أي شيء، لا اتصال ولا مواجهة من كورونا لحد الآن، ما شايفين، نريد عفو عام، شباب راح تموت بالأمراض أشكال وألوان وحتى علاج ماكو، وأخوي والله مريض، أتمنى توصلون صوتي، أنا أخت مظلوم. السلام عليكم أستاذ أفل، القضاء يرجع الحرامية واحد منهم عبد الله، هذا مجرم بحق أهالي صلاح الدين وخاصة يثرب. تحياتي إلى كادر القناة المحترم، نحن زوجات السجناء نطالب بالعفو العام، عفى الله عما سلف، سبحان اللي ما يغلط، الله يعفو. حسوا بهاي الزوجات، والله تعبنا، العيشة صعبة، حسوا بينا، عيني سيد مقتدى ليش لهذا السكوت كافي، حسوا احنا أعراضكم مع الأسف، والله كافي، والله تعبنا، المسامح كريم، انطوهم فرصة لخاطر أطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم. تحياتي لكم وإلى كل شريف يطالب بقانون العفو العام. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ، العراق بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني الإسرائيلي أصبح بدون حكومة وإدارة، بعد عام 2003 إدارة احتلال، وتصنفت هذه الحكومات المتعاقبة واحدة تكمل الأخرى بالانتقام أكثر من العراق وشعبه. الوجه العراقي والعمل إجرامي إيراني إسرائيلي والدافع أمريكي، والخاسر هو الشعب العراقي، والعراق هدر طاقات ومقدرات ومؤسسات العراق وانتقام من الشعب العراقي، اعتقال، قتل، سجن أبرياء، قادة دواعش وقادة ميليشيات يصولون ويجولون، محد في السوق أمام أنظار الأجهزة الأمنية، والمسؤول الأول والأخير هو المحسوب بجيش العراق والأجهزة الأمنية والقضاء، خدم الاحتلال الأمريكي الإيراني وعملائهم. وأحذر شيوخ العشائر والعلماء ورجال الدين بدون استثناء، أحذر من دورهم وإنقاذ العراق وشعبه من هذا الوضع. تحياتي للجميع، السلام عليكم. السلام عليكم، أني أخي مسجون، ماكو عفو عام، الله يخليكم. رسالة أخرى، السلام عليكم، الله يعطيكم العافية على البرنامج. العراقي بلا هوية، هاي اللي يسعون إلها الدول العظمى، خارج بلدنا العراق بدون هوية أي مالنا أي حقوق، لأن مو من دولتنا، ولو كنا بالعراق بلدنا نريد نقعد بيه ونستقر ونرتاح بعد الغربة، هم بلا معالم، أي كأنك قاعد بصحراء خالية من أي حق من الحقوق اللي يتمتع بها المواطن، أي إنسان يعيش في بلده ويكون قوي لأن قاعد ببلده. في الختام أقول شيء واحد، أنه كل ليل وبعد صبح حتى العمر يخلص تخلص معاناة المظلوم، اللهم أخرج شعب العراق من حلق الضيج. السلام عليكم، أرسل لكم هذا المنشور الذي يفضح حقيقة تعاون إيران وذيولها في العراق مع تنظيم الدولة المسمى داعش. أخي العزيز، إذا تريد ترسل أي شيء يبث على قناة الرافدين عندك بالشريط الأبيض هذا اللي يمشي جوا الرقم، وين هذا الرقم؟ جوا أكو شريط بنافذة اسمها أنت، ترى تقدرون ترسلوا لنا أي فيديو أو أي مادة. حمودي من الموصل، شلونك خوي؟ تدري إحنا بلد الوحيد بالعالم بالعالم موت مجاني، حنا بلد الوحيد بالعالم أمهاتنا تلبس لون أسود، حنا البلد الوحيد بالعالم اللي شبابه من يتخرجون يشتغلون ما يلقون شغل ويشتغلون عمال إذا لقوا شغل. سلام عليكم، وسلامي لكادر الرافدين، اليوم الأبرياء نايمين صار لهم سنين بالسجن، والمجرمين يسرحون ويمرحون وما حد يحاسبهم. احنا ما عندنا حكومة، عندنا مجرمين حاكمين
وهم اصلا عملاء ايران بعد العراق ما يرجع اذا ما تجي حكومه بها خير. الحاجه ام اياد من بغداد، وسلامي لك وللكادر اخي افل. رساله اخرى تقول الله يلعن هيك حكومه اللي تخلي المسجونين الابرياء مسجونين، واللي تخلي الحراميه طالعين يعيشون ويصلون ويجولون. اخواني الاعزاء، مشكله اليوم بالعراق عندنا مشكله عويصه، اللي هي انه من يحكم ينظر الى هذا البلد او مواطن هذا البلد او الشخص اللي عايش بهذا البلد ما ينظر لانه هو صاحب الحق. لانه لما طلع المواطن يقول انا اريد حقي او اريد وطن كتلوه، ولما يطلع المواطن يقول لك انا اريد راتب كتلوه، ولما طلع المواطن يقول لك انا اريد كهرباء كتلوه، ولما طلع المواطن يقول لك انا اريد ماي كتلوه، ولما طلع المواطن يقول لك ما اريد لا ايران ولا امريكا تتدخل بيه هم كتلوه. فالمشكلة الموجودة اليوم من قاعد يتسلط على رقاب الناس ما ينظر على هؤلاء أنهم عراقيين وهم لهم الحق الأول والأخير بالكلمة بهذا البلد. فلهذا السبب بلدنا مبيوع، مبيوع من دول الأحزاب اللي يسمون نفسهم عراقيين، ومع الأسف حرامات بهم الجواز العراقي. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.